السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة حصلت مع الدكتورة فاطمة. من الدكتورة فاطمة؟ فاطمة مديرة مركز صحي في دبي في الإمارات، وتحية لأهل الإمارات كلهم. والدكتورة فاطمة في أحد الأيام كالمعتاد تقوم بجولة تفقدية داخل المركز الصحي على الأقسام، على الممرضات والدكاترة وشوف يعني سير العمل. فسمعت صراخ لطفلة تبكي داخل غرفة التمريض. أنتم عارفين دائما الأولاد صغار يخافون من الإبرة، سواء يأخذون منهم عينة الدم أو تطعيم أو غيره يعني. فمرت يعني تبي تشوف الوضع يعني صاير، شافت البنت تبكي وصارت تهديها وتلعب معاها وتضحك، وانتبهت على الغرفة الجانبية اللي داخل مكتب التمريض. في غرفة كذلك فيها شغالة أسيوية وشايلة بيدها طفلة عمرها 3 سنوات. شنو لفت انتباه الدكتورة فاطمة؟ ان الشغالة هذه اول ما شافت الدكتورة فاطمة على طول خبت وجهها كأنها ما تبيها تعرفها. استغربت، وبعدين شافت البنت اللي بإيدها يعني مختلفة بشرتها وشكلها، وكأنها يعني البنت إماراتية لكن اللي ماسكت هذه شغالة أسيوية. فصارت تلفت في الغرفة يعني وين أم البنت، وين أبوها، وين. فراحت للشغالة وبدأت تسألها تقولها وين بابا وين ماما. شغالة منزلة راسها تقول بابا بالسيارة برا، وهو اللي قال يعني خلي بس يعطونها التطعيم وجيبيها البنت. فقالت لها زين ماما رفعي راسك يعني طالعيني، ليش خايفة منزلة عادي يعني. أول ما رفعت راسها كذي وتنصدم الدكتورة أنها تعرف هالشغالة. صارت لحظة توتر وخوف ورعب بعين الدكتورة وبعين كذلك الشغالة. شو السالفة؟ صاير. والدكتورة دخلت في حيرة من أمرها، يعني ما عرفت شو تصرف شو تسوي لكن طلعت على طول وبلغت الأمن، قالت له خليك واقف عند باب المكتب وهذه شغالة لا تطلع من هني، وإذا جاء أبو البنت جبلي للمكتب. وراحت مكتبها بسرعة واتصلت على رجال الأمن. شو السالفة؟ أنا أقول لكم السالفة. هذه الشغالة كانت تعمل عند الدكتورة قبل 3 أشهر، والدكتورة يوم من الأيام اكتشفت ان هالشغالة هذه حامل، وللأسف ما اكتشفت إلا في وقت متأخر، يعني كانت حامل بالشهر الرابع الخامس وما عرفت من منه، لأن هذه تطلع يعني في إجازة أو إن متعرفت لها على واحد من هالأسيويين اللي لها علاقة فيها وكذا. حتى لما مسكتها الدكتورة واعترفي ومنه اللي يعني لج علاقة فيه وشون حملتي، قالت إن هذا واحد سمسم بلاد ما الآن. الدكتورة الكلام قبل 3 أشهر تورطت وما عرفت شلون تتصرف. ولو أي واحد فيكم راح يسوي نفس اللي سوتها الدكتورة إذا كان قليل خبرة. علشان تبي تخلص منها شلون يعني بكرة هذه تولد عندها والولد هذا غير شرعي، وخافت إنها تقطع رزقها. يعني شوف تفكير الدكتورة، يعني كذلك من ناحية إنسانية تقول أنا ما أبي أدمرها وأدمر مستقبلها، ويمكن عندها يعني أهل تصرف عليهم. وقالت أنا مالي شغل خلاص، قالت أنا ما راح أخليش تشتغلين عندي، وكنسلت إقامتها وعطتها التذكرة وعطتها معاشاتها وقالت روحي لهلج في بلادك هناك
تولدين تخلصين امورك وعيشي حياتك بعيد عني وبعيد عن بلدي. وهني الدكتور اعتقدت ان اللي سوته هذا صحيح. لكن ايش اللي صار؟ طبعا بعد ما اتصلت على الشرطه، جو الشرطه قالوا نعم دكتور ايش اللي صاير، قالت هذه كانت عندي وكانت حامل وانا كنسلتها وخليتها ترجع لبلادها، لكن الان رجعت تشتغل عند عائله ثانيه وشايله بنت، وانا لاحظت انها يعني الان ما هي حامل، ممكن اسقطت اللي في بطنها، يعني قتلت الجنين. شلون هذه اللي فاقده للامومه والانسانيه ان يامنونها الاسره هذه الجديده على بنتهم اللي شايلتها هذه؟ هذه قاتله، قاتله للجنين والان يمكن الاسره هذه ما تدري عنها. فانا ببلغ على الجريمه اللي صارت، جريمه قتل جنين. طبعا استدعوا الاب هذا اللي برا المركز ما يدش صاير، قالوا لي تعال، وترى هذه الخادمه لها سابقه عند الدكتوره والدكتوره ترى يعني سفرتها، والخادمه اعترفت انها لما سافرت لبلدها راحت اجهضت الجنين رغم انه كان يعني مكتمل النمو، ورجعت مره ثانيه للعمل في دبي، والمصادفه ان شافتها الدكتوره عندها في المركز الصحي. طبعا تم توجيه تهمة قتل جنين لهذه الشغالة، لكن دخلت كذلك الدكتورة في حالة من الحزن وتأنيب الضمير ان مقتل هذا الجنين كان بسببها، ان شلون خلتها تفلت بجريمتها وتروح تتخلص. هذا اللي تعرفون انتم بعضهم، يعني بعض الاسيويين ترى قلوبهم جامدة على موضوع العيال، عادي تجهض وترميه بالمرحاض بالشارع بالبر ما بالزبالة ما عندهم مشكلة، أهم شيء إنه وعندها عيال هناك. يعني طبعا هذه ما هي قصة الليلة، أنا أول ما قريت القضية تذكرت سالفة حصلت معي أنا، وبيني وبينكم دخلت بأزمة، جد بأزمة نفسية بسبة التصرف اللي أنا تصرفته، والكلام هذا قبل تقريبا 16 أو 17 سنة. كانت عندنا شغالة في البيت، وهذه الشغالة هي أساسا طباخة وعمرها 52 سنة، كبيرة. هذه الشغالة بسميها كوماري رغم أن أغلب الشغالات يسمونهم كوماري، هذه كوماري كنا جدا يعني محافظين على العلاقة اللي بيننا، يعني احنا كأسرة ومع كوماري الوحيدة اللي ما حد يكلمها رغم ان عندنا شغلات للتنظيف والغسيل وكذا، هذه فقط للطبخ، مسوينها طباخة احنا، وهي فعلا طباخة كانت تشتغل في اكثر من دولة يعني سابقا عندها خبرة، واكلها لذيذ جدا جدا، حتى ان يعني أنا جربتها في الحلويات، وصرت أقول حق أصحابي في الديوانية لما يجوني إن عندنا طباخة صراحة تحدى المطاعم وتحدى محلات الحلويات، وما كانوا يصدقوني، كنت أقول لهم شنو الأكل اللي في بالكم أخليها تسويها لكم عشاء اليوم، وفعلا كانت كل يوم تسوي لنا عشاء، أقسم بالله إن أصحابي صاروا يسولفون عن الطبخ والأكل وإن ألذ أكل أكلوها، وصارت تسوي لنا اللي هو البسبوسة والوربات وال يعني الأكلات الحلويات، صراحة كنا مذهولين إحنا يعني في الديوانية من كذا ما تطبخ، وهي كبيرة في العمر ومعطينها قدرها. طبعا كنا نصرف عليها مبالغ علشان ندلعها، نشتري لها موبايل، نبي نحافظ عليها عشان ما تهج يعني او تهرب من عندنا، يعني نعطيها موبايل، نشتري لها هديه موبايل، تبي تروح السوق باي وقت تروح، نشتري لها ملابس، تشتري مرات اغراض وهدايا حق عيالها، ما عندنا ابدا اي مانع. وكانت تطلب
ان تاخذ يوم اجازه كل اسبوع، وهذا قانون يعني في الشؤون انه لازم تاخذ لها اجازه، اعتقد كم يوم يعني في الشهر. احنا كنا نعطيها كل اسبوع يوم اجازه، مع ذلك وكنا مأمنين فيها وكبيره في العمر، يوم الايام تقعد من الصبح بس تستفرغ وترجع. فاطلبوا مني الاهل اني اوديها للمستوصف، وخذيتها ورحت للمستوصف ودخلت معاها للدكتور، فكان يسالها وانا كنت واقف يعني شنو اللي تحسين فيه. قالت انا معدتي تعورني وكذا، فقالت له انا اكل فلفل واجد، فصار يضحك الدكتور، حتى كان دكتور مصري ايامها، وانا كنت استغرب من كلامها. الدكتور عبر عن شعوري، دكتور قال له انت يعني ماما انت اصلا في بلادكم 24 ساعه تاكلون فلفل، ما يصير فيكم شيء، الفلفل بالنسبه لكم اصلا علاج، معقوله هو اللي يخليك ترجعي؟ يعني كم عمرك انت؟ قالت انا 52. قال له انت متعوده اصلا كل على الفلفل، شلون فلفل الان يعني؟ قال لا 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 ما يخالف، هذه ادويه ومشانا. رجعنا اليوم الثاني اترجع وتعبانه وكلها نايمه بالفراش وحالتها حاله، لين في احد الايام بالليل لا وصلت الحاله يعني صراحه خفت عليها انها تموت عندنا ونبتلش، خذيتها وطرت فيها للمستشفى. او دخلناها المستشفى هناك تعرفون على طول دخلوها للملاحظه وسووا اشعه وسووا كذا، طلع الدكتور، هاي دكتور بشر، قال لي مبروك. قلت شنو مبروك؟ قال مبروك الشغالة حامل، يضحك هو. قلت شنو دكتور يعني تكلم جد انت ولا شنو؟ قال لي والله. قلت دكتور عمره 52. قال لي انا ليش اضحك يعني؟ تحصل دول في عندهم حركات وكذا، لكن عمر 52 انا مصدوم صراحة. قال والله حامل، لا وتعرف هي تقريبا بشهر الثالث او الرابع يعني تقريبا لازم توديها للعيادة الخارجية. قلت وين اوديها انت؟ شنو معنى كلامك يعني؟ جريمة، في جريمة بالموضوع هذا، حمل سفاح ومصيبة كارثة يعني، شلون اوديها البيت؟ مستحيل. ليش؟ طبعا انا على طول خفت بيني وبينكم، او كنت حذر جدا اني ما ارجعها البيت، لان لو ارجعها البيت بامكانها ان تتهم اي شخص بانه هو اللي وراء الحمل. طبعا تعال يتم احتجازك في النيابه ولين يسوون الفحوصات ولين ما ادري، بعدين تعال اثبت براءتك، ولا انت سمعتك فايحه والكل يصدق انتم عارفين المصيبه هذه، وكثير ياما شغلات تبلوا على كفلائهم بالنهايه تبين ان لا لها علاقه بسائق، ولا لها علاقه في احد العمال اللي في الحاره، ولا اللي في البقاله، ولا انتم عارفين. فقلت انا لا لا، وانا مشكلتي ان عندي عمال يعني، عمال عندي سايق عندي كذا، قلت اخاف بعد تبلع عليهم حرام يعني، يضيع وينسجن ويمكن يتم ابعاده، حتى لو كان يعني اثبت بعدين براءته للشكه يعني، ولا ليش ورطه؟ وهذا الاختلاف بين اللي انا تصرفته واللي تصرفته الدكتوره، ما ادري يعني، طبعا باخذ رايكم بالنهايه. أنا على طول أخذتها من المستشفى إلى مركز الشرطة. طبعاً إهي ما كانت تدري أن الدكتور بلغني أنها حامل، يمكن إهي ما كانت تدري أنها حامل، أو كانت ما هي مصدقة أنها حامل، وأنا ما بينت لها أي شيء يعني، لين أقدر أوصلها إلى مركز الشرطة بأمان وبدون مقاومة أو إنها، وهي ما شاء الله متروسة وطول بعرض. قلت أنا ما لي خلق بعد أتعافر أنا وياها بالشارع، ووصلها إلى مركز الشرطة. هالكلام هذا بالليل، إحنا وصلنا يمكن ساعة واحدة ثنتين بالليل، وأدخل على مركز الشرطة وأبلغهم في السالفة. قلت يبا هذه الشغالة حامل،
قالوا لي الحين احنا يعني واحدة بالليل ثنتين بالليل والمحقق ما هو موجود، قول خلاص خليه يجي بكرة الصبح. قلت انا لا حبيبي انا ما ارجع، وانا اعرف القانون، قلت ما ارجع فيها، وهي الحين دخلت عندكم داخل مركز الشرطة، انتم متحملون مسؤوليتها، تهرب تموت تنتحر، انا اخلي مسؤوليتي. والله العظيم حتى الشرطة تورطوا فيني. قلت لا حبيبي الحين انا مدخلتها عندكم وفي كاميرات، تحملوا اللي يجيكم. والله ان هديتوها وصار فيها شيء انتم تحمل. قال يا ابن حال انت من وين جيتنا بهالليل؟ قلت حبيبي هذه ما ترجع عندي البيت، امسكوها لين يجي المحقق، تبون الصبح تبون بعد اسبوع انا ما عندي مانع، اهم شيء ما تطلع من عندكم وخليها عندهم واطلع. قالوا تعال تعال خلاص تعال تعال، ويودونها الى نظارة النساء. طبعا ايه بس عرفت اني انا كشفت انها حامل وان حط، قامت كسرت عليهم المركز، مركز الشرطة، خذوا البيانات. وفعلا جيت الصبح وعطيت البلاغ كامل للمحقق وهذا اللي صار. انا ايش سويت اول ما دخلت الى المركز واستلموها؟ قلت اول شيء شو اسمك يا في احد رجال الامن؟ قال لي فلان الفلاني امر. قلت لا بس ابيك تكون شاهد واسالها. سالتها سؤال علشان يكون شاهد معاي عشان لا تغير اقوالها. قلت لها ماما انت حامل من منو؟ قالت من قريب مال انا. قريب مال انت يروح وياه اجازه؟ قالت ايه. سمعت يا العسكري؟ قال ها. قلت انت شاهد، ترى راح اطلبك شاهد بكره، خاف تغير اقوالها، تبلى احد من الاهل، تبلى على السايق، انت تكون شاهد. قاعد يضحك، قال معود انت والله العظيم راح تورطنا، خلاص يبقى انا شاهد. قلت لا اشهد، خاف تغير اقوالها. وفعلا لما جينا للمحقق اليوم الثاني الصبح طلبت شهادة العسكري فلان وجابوه وشهد، قال نعم شهدها قدامي وكذا كذا، لأن بدت تحوص بقوالها. ليش؟ لما دخلت النظارة أو الحجز مع النساء، وفي منهم الظاهر صاحبات خبرة من المساجين، قالوا لها لا تعترفين يا غبية، سوي كذا، تبلي على هذا، تبلي على فلان، على علتان. فحاولت تحوص مع المحقق، لكن مع شهادة العسكري قدرنا نثبت على أقوالها علشان نخلص من هالمصيبة. بيني وبينك ما أنا طلعت خلاص، يعني حققوا وحجزوها وأحالوا القضية إلى النيابة. الموضوع فيه نيابة، ما هو غشمرة، جناية هذه. يوم حالوه للنيابة وأنا رجعت على ما أجيهم الموعد، يعني سألت شيخ دين، سألته قلت يا شيخ بصراحة في سالفة صايرة وأنا يعني كان بإمكاني أني أسفرها، بإمكاني أني ألغي إقامتها وأعطيها التذكرة وخليها تروح بلادها وما لي شغل، لكن أنا اللي سويته أني سلمتها إلى مركز الشرطة وسجلت قضية والحين تم إحالتها للنيابة، فأنا أقدر أستمر في القضية وأقدر أني يعني خلاص أني أتركها تروح تسافر. فيا شيخ إذا راحت وأنت عارف هذول أول ما تروح تجهض اللي في بطنها وترميه، علي ذنب؟ قال لي والله عليك ذنب، وحياة هذا الجنين متعلقة في رقبتك ليوم القيامة. إذا كنت عارف أن هذا راح تتخلص من الجنين أكيد راح يعني يكون لك نصيب من الذنب اللي راح ترتكبه، وهذا ذنب ما هو بسيط، هذا قتل النفس وهذا كذا وهذا كذا. لا حول ولا قوة. قلت لا لا أنا لازم أستمر في القضية. طبعا تبهذلت رايح راجع النيابة، رايح أقوال وأقوال، مع أن الموضوع يعني واضح، لكن تعرفون إجراءات طويلة، وعلى ما ألقوا القبض على هذا قريبها، والحمد لله أن لما كانت تروح اللي مع قريبها هذا اللي تطلع وياه إجازة، رغم أنه كان صغير في العمر، ما توقعت أنا، اللي فكرت أن هذا واحد من عيال أختها من عيال أخوها، فكنت أصور السيارة اللي تأخذها اللي هو قريبها هذا لما يجي يشتغل
اعتقد في محل الادوات الصحيه في احد الاسواق. فمره من المرات كان مار عليه وانا شفته وصورت سيارته ومحتفظ بالصوره. لما قالوا لي منو تعرفه وهي مو راضيه بعد تكشف يعني قالت قريبي وخلاص، جبت لهم انا صوره السياره، طلعوا بياناتها ولا باسم الشركه اللي يشتغل فيها شركه ادوات صحيه، وعن طريق الشركه جابوه واعترف. لكن السالفه مو هني، السالفه اكبر من كذي. اسمع السالفه. لما اخذوا شغالك وماري وراحت القضيه هي على ذمه التحقيق، والقضيه وصلت للمحكمه. المهم بعد 9 أشهر بلغوني ان تم الحكم عليها بالسجن 2. ليش 2؟ هذا انا اللي بعدين فهمته. كذلك السلطة يعني او الحكومة ما ترضى ان تتركها وهي حامل سفاح وانها تطلع برا البلد. ليش؟ لانهم عارفين انها اكيد راح تتخلص منها. فلضمان حياة اللي في بطنها يجب ان يتم سجنها، يعني كان بناء على الحكم هذا ان يتم سجنها في السجن هنا في الكويت، سجن النساء، مع الرعاية اللازمة لها، وانها لما تولد يخلون الولد عندها ويعطون الرعاية الكاملة الى ان يتم افطامه. بعد الفطم خلاص يرحلونها إهي والولد بعد ما يطلعوا له إثباتات ويسلمونه للسفارة ويكلمون الخارجية، وعلشان يضمنون يعني تكون السلطات في بلدها على علم بوجود هذا الولد وعنده إثباتاته وعنده وفاهمين موضوعه، علشان يخافون يعني أن تسوي فيه شيء. أو فعلا هذا اللي صار، انسجنت وولدت وجابت ولد. حتى بعدين انا تابعت الموضوع قالوا لي مبروك ترى جاكم ولد. والله يا رب. قلت زين شنو سموه؟ المهم وبعد فتره وهي قاعده في السجن فحاقده علي، صارت تدز رسائل لكن عن طريق يعني خطوط من بلدها. الظهر لما يصير اتصال مع احد من اهل هناك تعطيهم رقم تليفوني، واللي هناك يرسلون مسج ان تهددني بالقتل وتهددني مشن كلام فاضي يعني ان ليش سجنتني وليش كذا وليش. المهم ما كان بالطويلة، راحت بعد 2 ويرحلونها عن البلاد ومعاها الولد. في بعض الاشخاص انا ذكرت لهم القصة قالوا لي انت شكو، انت ليش تفتح على نفسك باب يا اخي؟ كان سفرته. اقول زين اللي في بطنها تقتل؟ قال عاد هو جنينها كيف تقتله بذمتها؟ قلت لا بس انا يحوشني الذنب، انا ذنبي اذا تركتها اكيد بتقتلها، هي متزوجه وعندها عيال، اكيد ما راح تروح معاها الجنين اللي في بطنها، بتتخلص منه وترميه في اي مكان او تولد وتروح بعدين تقتله ولا شيء. لكن اللي سوى السلطات هو افضل شيء، الولد يطلع ويعطونا إثباتاته وفاهمين قضيته، والسلطات عندها فاهمة في القضية اللي صارت معها، عاد يسجنون لقيط يسجنون على اسمها، أهم شيء إنه يكون له كيان وإنه يعرف مصيره. ليش أخليها تحت رحمتها وتقتلها؟ هذه ما عندها خوف يعني، ما عندها مشكلة يعني تخلص منه، مثل اللي صار مع الدكتورة فاطمة. وأكيد طبعاً أنا يعني ما ذكرت لكم هالقصة هذه إلا علشان تعرفون يعني أو تعلمون من التجربة اللي أنا مريت فيها شلون ممكن تتصرف وش اللي راح يصير بعد ذلك وشنو الخطورة في الموضوع هذا. مو بس تشوفها على طول حامل تسفرها، لا ترى أنت تتحمل ذنب اللي ارتكبتها هذه الشغالة، وذنب اللي في بطنها، الروح اللي في بطنها هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.